السلام عليكم إخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غنشوفو تمرين الجزء الثاني في الطابيلاسيون. كنا شفنا ديجا درت الفيديو الأول حول الطابيلاسيون. اليوم غنشوفو تكميلة ديال لوتي طابيلاسيون، مي غادي نبدل الطريقه، مي غنعطيكم طرق اخرى يمكنكم تخدموا بها بوغ رياليزي دي تابيلاسيون. هذا هو لو دوكيمون فينال كما كتشوفوا، غيكون بهذا الشكل هذا. دونك كتشوفوا كاين تابيلاسيون افيك لي، قلنا بان لي تابيلاسيون هما سي ان تيب دالينيومون ديال لو تيكست او ان اسباس لي كيكون ما بين لو تيكست في واحد السطر مثلا معين، وهاد ليسباس يمكن لك تعمرو بلاصه ما تخليه خاوي، يمكن تعمرو بلي بوان دو سويت، يقدر يكونوا دي تيغي او بيان دي بوان او لا ان تري كونتينيو، وبتاتر تخليها طابيلاسيون سامبل يعني بدون بوان دو سويت يكون فراغ. هاد لي طابيلاسيون كيما هضرت عليها هذاك المره كتكون كاينه بليزيور تيب. كاين اللي كيكون عندهم لالينيومون ا غوش، انه كيجيو لو تيكست اليني ا غوش. كاين باغ اكزومبل هادي في لو نومبر، هادي سي ان لالينيومون ديالها سونتري يعني تيكون في الجهه الوسط. كاين عاوتاني لالينيومون كنسميو حنا لالينيومون ديسيمال. الو ديسيمال كتقال الارقام، ديسيمال مقصود بها في الاعلاميات هما الارقام بعد الفاصله، هما الارقام من بعد الفاصله. على دابا مثلا هاد لي شيفر هادو ديال لي بريونيتار، هادو فيهم دي شيفر دو شيفر ابري لا فيرغول. اذا كل عدد ديال من بعد الفاصله كنسميوه اون ديسيمال. على دابا هنا شحال العدد ديال الارقام بعد الفاصله؟ هو جوج، يعني دو ديسيمال. بالنسبه للارقام اللي تكون فيهم لي ديسيمال ضروري يكون ان الينيومون من جهه ديال لي ديسيمال. علاش؟ باش كيجوني كاين كتسهل عليا القراءه لا ليكتور ديال هذا الرقم هذا، باش ما يمكن لي باش من نخطاش في لا ليكتور ايتترا. دونك بحال مثلا هنا كيجيو الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، كيكونوا الينيي، المئات، الالاف، اتسيتيرا. غادي على بركه الله غادي نخدموا هذا التمرين هذا. اول شيء غادي خصنا نفتحوا مايكروسوفت وورد، غادي نفتح فناتر جديده ديال مايكروسوفت وورد، وغادي نكتبوا هذاك لو تيكست. لو تيكست ديجا انا عندي مكوبي، غادي نكولي. دونك هذا هو لو تيكست انيسيال اللي غنبدا به. نبداو بالاسئله. السؤال الاول غادي ننتقلوا السؤال الاول، هو لا ميز ان فورم دو تو التكست. الوغ لا ميز ان فورم دو تو التكست كتكون، الوغ نطلب منكم انكم تسيليكسيونيو تو لو تكست اي ابليكي لو لا بوليس كوميك سان ام اس لي اسباسمون افون اي ابري دو 6 بوان. اذا نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال. غادي نمشيو لو دوكيمون ديالنا tout le texte, يعني texte كامل غادي تطبق عليه هاد لو فورما هادي. La première chose, je dois sélectionner le texte le كامل. يمكن تستعمل بلو راكورسي كنترول A باش pour sélectionner tout le texte. Alors, c'est pas la peine de cliquer. Alors, comme qui a la touche كنترول en français, يعني من حيث صبي عليها او و ابري نابويي على لا توش A يعني الحرف A. دونك لاحظوا معايا دازت لا سيليكسيون ديال لو تيكست كامل. غادي نمشي اول شيء نختار لا بوليس. دونك في لو جروب بوليس نزومي ليكم تسمحوا لي. الوغ في لو جروب بوليس vous avez ici كاليبري لا ليس كاليبري. غادي نقلبوا على لا بوليس سميتها كوميك 100 ام اس. نورمالمون بوتيتر ما تلقاش هاد لا بوليس هنا، نطلب منك تبحث عليها في لاسانسور حتى توصل ليها.
دونك بحال هذا الشكل هذا، هي انا خرجت ليا سميتها كوميك سون ام اس، غنكليك عليها. لي زيسباسمون باقي ليا لي زيسباسمون افون اي ابري دو 6 بوان، غنمشي لونجلي ديسبوزيسيون وغادي عندي هنا لي زيسباسمون، غادي جو دوا ماتر ايسي في ليسباسمون في لو جروب باراغراف ليسباسمون افون 6 و ابري 6، دونك لي دو غيكونوا بحال بحال. تري بيان، جاوبت على السؤال الاول، دونك فوالا هو طبق لي هاد لي فورم. ندوزو سؤال اخر، نرجعو لي كيستيون. بور لو بروميي باراغراف doit être centré bordure extérieure. Bordure extérieure, مقصود بها هي encadré. Donc un très simple, غتكون إطار عادي. أريال يعني la police أريال, la taille 20, gras, italique, espacement après de 30 points. نجاوبو على هاد السؤال هذا. Alors نرجعو le texte ديالنا. نرجعو le texte ديالنا. Premier paragraphe, voit le paragraphe utilisation des tabulations. Voilà. C'est sélectionné le paragraphe ou l'oul. Donc, redirige à l'onglet accueil. Nous bda centré l'oula. Il y a qui ne fait le groupe paragraphe. On clique la centré. La bordure extérieure, voilà, a dit qui ne fait le groupe paragraphe. On clique la flèche de la bordure. On dit bordure extérieure. Aïe, c'est une bordure extérieure. Bad Radin Nhtar, la police Arial. Radinji, le groupe police. Radin changer la police par Arial. La taille 20. Nhtar, la taille Hna. Raja 20. Plus le gras. Je clique sur le bouton G. Et l'italique. Je clique sur le bouton I. L'espacement, on dit déjà l'onglet disposition, on va dire changer l'espacement après par 30. On dit après 6, on va déjà 30. On dit la had, on va dire l'espacement après. Très bien. Je passe la question, les moraha, c'est le deuxième paragraphe. Ça te confie à la forme. Donc, Arial, la taille 16, gras, souligné, petite majuscule, espacement avant et après de 18 points. Je le lance bien là. Alors, le deuxième paragraphe, c'est le texte, c'est la ligne fonction des membres. Donc, on dit sélectionner A. Badmaran sélectionner A. On dit l'onglet accueil. Alors, l'onglet accueil, on dit la police, nous avons la police, maintenant on dit Arial, on dit changer la taille par 16, la 11, on dit 16, voilà, on dit dire le gras, je clique sur G, on dit un problème, la souris, ou souligner, je clique sur S. Souligner yester petite majuscule. Alors, sur petite majuscule, il y a les lettres les en minuscule. C'est-à-dire, genre en majuscule, ou est la taille de l'homme à être considérée. Mais si vous avez ce que vous avez, vous avez des kalimats planaires, ktouba majuscule. Et il y a des grandes lettres, orof kbarin, ou est-ce qu'il y a des minuscules, genre en majuscule, lesquines la taille petite. Donc, غادي نمشي فين غنجبد هاد petite majuscule في le groupe police كاينه في التتمه ديالو هاد la petite flèche غنكليكي فيها هاد la petite flèche في le coin ديالو اليمن وغادي نقلب على l'option سميتها petite majuscule ها هي كتوجد هنا كنكوشي هاد l'option هادي اي من بعد كنكليكي على اوكي غادي نلاحظوا ها هي رجعوا الحروف ديال هاد لو باراغراف بتيت ان بتيت ماجيسكول مي اللي كان ديجا ماجيسكول ما تبدلاش لان ديجا فيها الماجيسكول دونك بحال بلانير
الحجم ديالها بقى كبير، ولكن اللي كانوا اون مينيسكول رجعوا اون بوتيت ماجيسكول. تري بيان، نزيد عاوتاني ليسباسمون. ليسباسمون ممكن ما نمشيش ندير ليسباسمون كاع، ما نمشيش ليسبوزيسيون، نبقى في الجروب، ننتقل الجروب باراغراف، نمشي لا فليش ديال الباراغراف التتمه ديالو، يعني البارامتر دو باراغراف. وهنا غادي نلقى اسباسمون افون اي ابري. دونك بالنسبه ليا السؤال خصني 18، غادي ندير هنا 18 افون و 18 ابري. تري بيان، جو كليك سور اوكي. تري بيان، فوالا انا ساليت من هاد السؤال. ندوزو دابا سؤال اخر باش نكملو التمرين. ريبرودوير لا ميز ان فورم. Alors, reproduire la mise en forme, marque bien, il y a copier la mise en forme. Alors, copier la mise en forme, normalement, le deuxième paragraphe, radit sélectionner, ou radit cliquer, ou le bouton reproduire la mise en forme, ou à des chèques d'yellow. Le bouton, ou à des chèques d'yellow. Donc, ce qui dirait, c'est qu'il copie le format. Menoir le texte. كتاخذها من واحد التكست وكتعطيها لتكست اخر، او فقره تعطيها لفقره اخرى. دونك لو تكست اللي غناخذو منه لو فورما هو الدوزيام باراغراف. لمن غنعطيو الفورما، لمن غنديوها، غنديوها الباراغراف اللي كتبدا باكتيفيتي دات. دونك تتبدا بكلمه اكتيفيتي، والفقره الثانيه اللي كتبدا بليست دي بارتيسيبون، اصلا سميتها ليست دي بارتيسيبون. إذا غنديرو هاد العملية، نرجعو لدوكيمون ديالنا. لو دوزيام باراغراف هو ديجا مسيليكسيوني، سي فونكسيون دي مونبر. هاد اللي درنا قبيلة، هاد لي كيستيون كاملين، هاد الشي كامل اللي درنا، بوتيت ماجيسكول، لا تاي، غا، ليسباسمون، شي كامل غناخدوه من لو بوتون روبخودوير لا ميز أون فورم اللي كاينة في لو جروب بريس بابي. إذا ها هو. مي ضروري تسيليكسيوني منين غتاخد الفورما. دونك الفورما خديناها، غنسيليكسيوني فونكسيون دي مونبر، غنكليكيو على البوطون غوبخودويغ لا ميزان فورم، وغادي نمشيو لو باراغراف اللي غنديولو الفق هي لو باراغراف اللي كتبدا بأكتيفيتي. غنجي في لا مارج غوش و نسيليكسيونيها ان سول كليك. فوالا، هاي خدات نفس الفورما ديال الفقرة اللي فونكسيون دي مونبر. نفس الشيء، غادي نرجعو لو بوتون روبرودوير لا ميز ان فورم اللي كاين في الجروب بريس بابي، كنأكتيفيو ونعاود نسيليكسيوني لو باراغراف ليست دي بارتيسيبون. نفس الطريقة من لا مارج غوش، نسيليكسيون من الأحسن تجيو الهامش الأيسر كومسا، وتكليكي قابل مع لا لين. دونك تكليكي سول فوا، دونك هي عطات خدات نفس الفورما. تري بيان، جاوبنا على السؤال. ندوزو مسألة أخرى. أجوتي دي تابيلاسيون. دابا عاد وصلنا للدرس اليوم هو لي تابيلاسيون. لي تابيلاسيون سي ان كاركتير في الكلافي، إذا سي واحد لا توش في الكلافي. لا توش كتسمى لا توش تاب، هي هادي الرمز ديالها، تكون فوق حدا لا توش ا، حدا لا لتر ا، ا غوش دو لا لتر ا. الوغ خصنا نزيدو دي تابيلاسيون، اجوتي ان كاركتير دو تابيلاسيون افون لا فونكسيون اي ان اوتر افون لو برينوم ا شاك دي مومبر دو لاسوسياسيون ان ابيون سور لا توش تاب دو كلافيي de votre clavier. Mais, من الأحسن قبل ما نمشي نأكتيفي تابيلاسيون، نأكتيفي هاد لو بوطون افيشي ماسكي، هاد لو سين هذا غنلقاه في لو جروب باراغراف. هاد لو سين وهذا، هاد البوطون غنلقاه في لو جروب باراغراف في لونجلي اكوي. الوغ واحد المساله غتلاحظوا معايا هنا، غير الشرح ديال هادشي. سي فوز افي بيان انسيري دي سي كاركتير دو تابيلاسيون، فو فيزواليزيري اون فليش اوريزونتال.
avant la fonction. Et entre la fonction et le prénom de chaque membre. Peut-être qu'on a une flèche, mais qu'on active le bouton d'afficher masqué. On a une flèche horizontale. LSS, il a une tabulation du clavier. مخرجش ناش إذا كاين مشكل إذا خصنا في هذه المسألة أننا أكبر لكم لافيشاج باش تشوفوه مزيان نبط هذه شوية في حالة ما إلا ما خرجتناش لا تابيلاسيون في حالة ما خرجتناش لا تابيلاسيون أنا واخا نتكي على لا توش تاع بو ما خرجتش هاد الحالة عرف بحال مثلا في لو ديبي ديال لاني في البداية ديال السطر La touche tab ma katkhdemch. Iden katatek haja okhra. Katatek un retrait de la première ligne. Tad décaler le star lou. Ma katatek une tabulation. Iden fil bidaya dial star. Il a m'atatnich tabulation. Mais l'ahsan khdem bhad raccourci. Contrôle plus tab. Antuma tchoufou adab. Contrôle plus tab. Adawa raccourci li ki force l'affichage dial la tabulation. D'accord? سيف عليه الوورد غيخرج لك طابيلاسيون هذيك الساعه كونترول كتبقى متكي عليها ما تحيدش صبعك وتبرك على لا توش طاب اون سول فوا باش كتعطيك ليسباس دو طابيلاسيون وحاجه اخرى طابيلاسيون ما يمكنش تخدم في بعض لي زوبجي اخرين عاوتاني بحال دابا في لي طابلو في وسط الخانه ديال الطابلو ما كتخرجش الا بركتي على لا توش طاب خاصك ضروري دير هاد لو راكورسي كونترول بلس طاب عاد كتعطيك تيعطيك لو تاكي دو لا تابيلاسيون لو تاكي المقصود به هو لا ديستانس ولا لا بوزيسيون داكور غادي نمشيو نجاوبو على هذا السؤال غادي نقلبو على البرينون لو نون بون بالنسبه للجروب بالنسبه للفونكسيون La partie de la fonction liquide est la présidente. Aïe, on zoome à l'écom. Présidente. Directrice, trésorerie et secrétaire. Donc, on dit tabulation, la fonction, la présidente, il y a la fonction. Ou, on a le prénom, seulement ou le prénom. Donc, on a le présidente, on a la ligne tienne ou telle taille. مي قبل ما نزيد هاد الطابيلاسيون خصني نمشي نقلب على هذاك لو سين بي لو سين بي اللي كاينه في لو جروب باراغراف دونك ها هو دونك ها هو في لو جروب باراغراف دونك زافي هاد لو بوتون افيشي تو دونك نكليكي عليه هذا تيعطيني لي سامبول ماسكي يعني الرموز الغير مرئيه اللي ما كنشوفوهاش بحال اونتري بحال اونتري كيعطيها بهذا الشكل هذا بحال لاسباس كيعطي بهذا الشكل بوان دونك هذه معناها رجعت سطر اللي فقره هنا سالات وبالنسبه للطابيلاسيون كيكون على شكل فلاش الا كنت في وسط الكلمه يعني في وسط الفقره يعني في وسط النص ودرت دابا بحال غنحط كيرسور قبل سلمى وغادي نابوي على لا توش تاب نبرك على لا توش تاب عطاتني فلاش ولكن الا كنت في البدايه ديال لا لين وكليكيت هنا قبل بريزيدونت باغ اكزومبل وابويت على لا توش تاب ما كتعطينيش فلاش يعني سي تان روتري هذا دونك غادي نمسحها لا توش افاسي اذا باش تفورسي لافيشاج ديال لا تابولاسيون وخا يكون في جميع الحالات في البدايه كنديرو كونترول كنبقى متكي على كونترول كونترول اونفونسي يعني متحيش صبعك عاد كنبرك على لا توش تاب دونك دابا هي عطاتني تابولاسيون من ديبار اذا من الاحسن نبقى نخدم هاد الراكورسي كونترول تاب بوغ اجوتي ان كاركتير دو تابولاسيون نمشي غنديرها بالنسبه للديريكتريس غنحط كيرسور هنا قبل ديريكتريس كونترول تاب فدوى قبل منا نكليكي واخا دير كونترول تاب جميع الحالات راه صحيحه دونك غنبقى نستعملها ديما كونترول تاب
تريزوري حط كيرسور قبل منه كنترول تاب نفس الشيء بالنسبة لأحمد حط كيرسور قبل منه كنترول تاب سكرتير كليكي قبل منه كنترول تاب قالت لي الاخرى كريم كليكي قبل منه كنترول تاب تري بيان هذا هو العملية اللي خصنا نديرو في الأول هي ناجوتيو لو كاركتير دو تابيلاسيون نزو سؤال آخر سيليكسيوني لا ليست يعني دابا المرحلة الأخرى هي بارامتر لي تابيلاسيون باراميتراج مقصود هي موديفيكاسيون ديال لي تابيلاسيون يعني غتحدد لي بوزيسيون غتحدد لالينيومون ديالهم واش غوش واش سونتري واش دروات ا دروات ولا ديسيمال إذن أنا أول حاجة اللي غنبدا بها نقراو السؤال هو الأول سيليكسيوني لا ليست دي مومبر لا ليست دي مومبر هما دوك اللي فيهم لي فونكسيون والأسماء ديالهم et utiliser la règle horizontale pour positionner les tabulations. Une tabulation gauche à 5 cm, une tabulation gauche à 9 cm. Je vous rappelle que vous choisissez le type de tabulation à insérer dans la règle horizontale en cliquant une ou plusieurs fois dans le carré situé à gauche de la règle. انا نفهمكم معنى ديال دابا اليوم غنخدموا بهذا الباراميتراج ديال لي تابيلاسيون غادي نستعملوا بلا غيغل ما عنديش نخدموا ما خديك المره خدمنا بالفورمات باراغراف تابيلاسيون نشوفوا طريقه سهله بور اوتيليزي لي تابيلاسيون كومون اوتيليزي اي باراميتري اي شانجي لي تابيلاسيون اذا غادي نمشيو للدوكيمون ديالنا بالنسبة أول شيء اللي غنبدأ به هو غنسيليكسيوني هاد la liste des membres la liste des membres هي هاد هي هاد la partie هادي دونك غادي نسيليكسيوني هما الأولين كوم سا ضرب عاد لي لين جي هاد اليسار ديال la règle ها la règle horizontale هي المسطرة الأفقية جي هاد اليسار ديالها كاينة واحد لو بوتون الشكل ديالو بحال L دونك ها هو هنا هاد لا ريغل بوتيتر شي مره ما تلقاهاش الا ما لقيتيهاش مني غتجيبها اذا كتمشي لونغلي افيشاج هو الفوق كنكليكي في افيشاج باردون عندي ان بروبليم في لا سوري نستناو بما خرج سالي لي هاد الميساج جو كليك سور افيشاج هنا في لو جروب افيشي كاينه ريغل انا نحيدها ديكوشيها هي مابقاش كتبان في لا فنات نعاود نكوشيها باش كترجع تري بيان نرجعو لونغلي اكوي بعد ما سيليكسيونيت هاد لو تيكست غادي نمشي لهاد لو بوتون لو كاري لي شكل ديالو بحال كاري دونك كاينه في ا غوش دو لا ريغل اوريزونتال دونك ملي كنحط عليه السوري كيعطيني النوعيه ديال طابيلاسيون لو تيب ديالها او لا لينيمون طابيلاسيون غوش دابا هادي ال رمز ديال طابيلاسيون غوش الا كليكيت اون اوتر فوا كتلاحظوا هو تبدل الرمز ديالو رجعت بحال تيم كلوبا دونك هادي كتسمى طابيلاسيون سونتري يعني لا لينيمون سونتري نكليكي اون اوتر فوا نحيد السوري ونرجع هادي ال مقلوبه انفيرسي هادي طابيلاسيون دروات عاوتاني كليكي اون اوتر فوا تي انفيرسي مقلوبه ولكن فيها واحد لو بوان هادي سي تابيلاسيون ديسيمال دونك هادي الارقام اللي بعد الفاصله كاين عاوتاني كليكي اون اوتر فوا هادي سميتها تابيلاسيون بار هادي قليل باش كنخدمو بها يجي ان تري فيرتيكال دونك كاين عاوتاني هادي كترجع روتري دو لا بروميير لين يعني الديكالاج ديال السطر الاول une autre fois, on clique une autre fois, j'ai retrait négatif, il y a un décalage des lignes les bad star level. يعني غادي يحرك لك السطوره اللي بعد السطر الاول السطر الاول ما غيتحركش دونك الا كليكيت اون اوتر فوا كترجع ال دونك كتبقى تكليكي هكا باش كتبقى الدور كتبقى تكليكي حتى كتشوف الطابيلاسيون اللي بغيتي دونك انا بالنسبه ليا خاصني la tabulation libre est gauche, 1 à 5 cm,
والثانية في 9 سنتيمتر بجوج جنب غوش. إذن بالنسبة لنا هنا غادي عندنا لا ريغل فيها ديجا لي ديستانس تو سامبلومون لي ديستانس اللي عندنا لي بوزيسيون نقولوا حنا احسن نقولوا لي بوزيسيون عندنا هنا la position 5 هي لي بوزيسيون 9 هي كنجي لو شيفر 5 هنا في مكتوب 5 كنحاول نكليكي ها هي تكليك اون فوا كليكيت خرجت لي هذيك ال ال ولاحظ بان التكست هو تحرك ها هو لا بروميير طابيلاسيون مشات تحركات في لا بوزيسيون 5 وجا لالينيمون دو تكست ا غوش ندوز عاوتاني لا بوزيسيون 9 نفس الشيء نكليكي فيها كنجي هكا السوري ونكليكي على 9 هي انتقلت في لا بوزيسيون 9 هذه لا دوزيام طابيلاسيون انتقلت في لا بوزيسيون 9 تري بيان فوالا انتما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال لو تيكست نحاول نزيد زومي باش تشوفوا مزيان فوالا الشكل النهائي دونك الاولى جات في لا بوزيسيون 5 avec un alignement gauche والثانيه في لا بوزيسيون 9 avec un alignement gauche. نشوفوا دابا سؤال تالي remplacer maintenant la première tabulation à 5 cm par une tabulation droite à 5 cm يعني نغيروا هذيك لا تابيلاسيون 5 سم اللي كانت اصلا تابيلاسيون غوش غنردوها تابيلاسيون دروات وغترجع 5 سم الوغ العمليه سي سامبل اون دوا اونلوفي D'abord, la tabulation existante, en la sélectionnant sur la règle. Puis, en la glissant en dehors de la règle. Lâchez-la maintenant, modifiez le type de tabulation dans le carré et ajoutez la tabulation droite à 5 cm. Bien, maintenant, nous avons le cadre de 5 cm gauche. Nous avons le type de la tabulation. من لو كاري ونعاودو نكليكيو في لا بوزيسيون 5 باش ترجع طابيلاسيون دروات نوريكم العمليه هذه باقا مسيليكسيونا لا طابيلاسيون اللي عندي هنا الفوق هي 5 هي هنا كنحاول نبرك عليها نيشان وكنهبطها لتحت ديال لا غي اون دوهور يعني خارج لا غي كنجرها بحال هكا وكنهبطها لتحت هي تحيدت دونك ما بقاش كتبان قالت لي غير تعد ما نحيدهاش خمسة تحيد إذا غنمشي لو كاري غنكليكي عليه أون أوتخ فوا عطاني تي مقلوبة يعني سونتخي نعاود كليكي المرة الثانية هذه هي دروات ومن غادي نكليكي على رجع دابا لا بوزيسيون 5 ونكليكي فيها غادي نلاحظوا ها هي تبدلت ليا لا تابيلاسيون رجع لو تكست رجع أليني أدروات بعد ما كان قبيلة أليني من جهة اليسار رجع دابا من جهة اليمين très bien نعاود نذكركم بهذه العمليه اذا لو كنت باغي شي طابيلاسيون نحيدها من لا ريكل كنجرها هكذا كنبقى بارك على سوري على لو سين ديالها في لا ريكل كنهبطها هكا لتحت صافي هي كتحيد كنرجع لا ريكل لو بوتون كي سو تروف ا غوش دو لا ريكل كنكليكي على حسب التيب ديال الطابيلاسيون اللي بغيت دابا هادي كانت غوش هادي سونتخي هادي دروات انا رجعت دروات ورجع لا بوزيسيون اللي بغيت نحط فيها لا طابيلاسيون غنكليكي على لا بوزيسيون 5 نكليكي على 5 كنلاحظ ها هي تحولات لا بوزيسيون ديالها رجعت 5 ولكن جهه لالينيومون ديال لو تيكس هو جهه اليمين تري بيان دوزو سؤال آخر أجوتي لي بوان دو سويت ألوغ نزيدو نقاط التتابع ما بين بوغ لا تابيلاسيون في لا بوزيسيون 9 أون فا أتيليزي لا بواط دو ديالوغ باراغراف بوتون تابيلاسيون بوغ أبليكي لي بوان دو سويت أ شاكون دي تابيلاسيون نورمالمون التابيلاسيون هنا اللي غنطبقو فيها هي لا تابيلاسيون ديال 9 سنتيمتر غادي نختاروا لوبسيون 3 اون فاكوشي لوبسيون 3 يعني غيخرجنا البوان دو سويت على شكل تيغي يعني تري دونيون اذا غنشوفوا العمليه
غادي نمشيو لو دوكيمون ديالنا بعد هاد ديجا سيليكسيوني ما نحيش لا سيليكسيون غادي نمشي لو باراغراف غنمشي بعد ما هادو خليتهم سيليكسيونين لو جروب باراغراف تتمة ديال باراغراف هي لا فليش ديال باراغراف يعني البارامتر دو باراغراف غادي يعطيني هنا لتحت ديال هاد لا فينيتر كاين لو بوطون تابيلاسيون كنكليكي فيه دونك هنا عاطيني لي بوزيسيون كاين 5 و 9 دونك غنختار لا بوزيسيون 9 جو كليك سور 9 من هنا كنشونجي النوعيه ديال لي بوين دو سويت هنا كاين اوكان غادي نرجع 3 لوبسيون 3 هي اللي كتعطيني لي تيري بعد غنكليكي على ديفينير بور ميموريزي سيت tabulation ou la ce changement qu'un cliquer là définir aide qu'un cliquer là le bouton OK je clique sur le bouton OK quand la hado معايا هما لي تيري خرجوا les points de suite هما خرجوا لنا là فهاد la tabulation là de la position نحيد هذاك le signe pi من الفوق voilà باش تشوفوها réellement كيفاش دايره من بعد نرجع نكتيفي بي لان باقي ما ساليش لي طابيلاسيون دونك اللي كاين الفوق تري بيان نشوفوا دابا عمليه اخرى ندوزو شي سؤال اخر اجوتي دي طابيلاسيون انسيري ان كاركتير دو طابيلاسيون افون لا دات اي ان اوتر ابري لا دات sur la liste des activités. Vérifie avec le bouton P. بالنسبة لنا داك البيرام اكتيفي ما نحتاجوش حنا كل مرة نكليكيو عليه. إذا غنزيدو قبل لا دات طابيلاسيون قبل لا دات وحده بعد لا دات ديال لا ليست ديز اكتيفيتي. نرجعو التكست غنمشيو لو تكست ديالنا. ها لا ليست ديز اكتيفيتي هي هادي اللي فيها ثلاثة ديالين كتبدا من غوندوني حتى لا لين ديال فواياج ا مراكش الوغ ها لا دات عندنا كل سطر فيه دات وحده غتكون قبل لا دات والثانيه غتكون بعد لا دات غنزومي ليكم غادي نكليكي قبل لا دات الاولى حط كيرسور هنا قبل 18 غادي نابوي على توش تاب او لا كونترول تاب جميع الحالات كتخدم الوغ غنتيني بعد لا دات عندي هنا 2020 هنا كتسالي كنكليكي من بعد زيرو ديال 20 ou qu'on dit CTRL, la touche CTRL plus la touche TAB. Nefchim sbal la ligne tenia, cliquez avant 22, CTRL TAB, بعد 2020, cliquez CTRL TAB. 24, la ligne telta, قبل 24, cliquez قبل 24, CTRL TAB. Aouteni, بعد 2020, cliquez CTRL TAB. Très bien. On a dit d'abord les tabulations. دابا غندوزو سؤال لي مورا سؤال لي مورا غيكون غالبا هو سؤال ديال لي ميزور يعني القياس او ديال لي بوزيسيون بلس لي زالينيوم نشوفو السؤال لي مورا بارامتري دي تابيلاسيون بور لا ليست دي زاكتيفيتي ابليكي Une tabulation droite à 9,5 cm et une tabulation décimale à 15,5 cm. Iden, ndiro had msal nshrah likoum had soual. Khsna ndiro les mesures. Les mesures aykoun loula. Atkoun tabulation droite. في لا بوزيسيون 9.5 ثانيه غتكون ديسيمال في لا بوزيسيون 15.5 سنتيمتر بعد ما غادي نصايب لي بوزيسيون غادي نشانجي لهم لي بوين دو سويت هذا هو السؤال الثاني اوتيزي لا بواط دو ديالوغ باراغراف بوتون تابيلاسيون pour appliquer دي بوين دو سويت à chacune des tabulations normalement هنا غنختاروا لوبسيون 2 يعني لي بوين نقاط التتابع ماشي لي تيري اذا غنمشيو نطبقوا هذه العمليه اذا نمشيو للدوكيمون ديالنا غادي نسيليكسيوني هاد لي طروالين انا ديجا سيليكسيونيتهم
دونك هما هادو من بعد غادي نمشي نختار لا تابولاسيون دروات دونك نزومي بعد ما سيليكسيونيت هاد لي تخوا باراغراف غنمشي لو كاري سيتوي ا غوش دو لا ريغل. بون ديجا هو عاطيني تيم مقلوبه اي باردون ال مقلوبه انا خصني طابيلاسيون دروات اصلا هذه راه دروات هو كيعطيني ميساج فاش من بوزيسيون 9.5 ها 9 عندي في لا ريغل ها 9.5 هي هاد لا بوزيسيون ان كليك فوالا ها هي عطاتني لا بوزيسيون تحركات هاد الطاكي هذا تحرك قالت لي لا بوزيسيون الثانيه الطابيلاسيون الثانيه غتكون ديسيمال غادي نرجع نشونجي هاد هاد لو كاري نكليكي اون اوتر فوا ها هي رجعت هادي هو لو سين هذا هو لو سين ديال طابيلاسيون ديسيمال تي مقلوبه فيها ان بوان هو كيعطيني الميساج طابيلاسيون ديسيمال الوغ شنو بوزيسيون غتكون هادي سي 15.5 الوغ ها 15 هنا غنكليكي لا 15.5 فوالا دابا غنشوفو كيفاش غادي نديرو دونك قلنا هنا درناها في دروات 9.5 الثانية غتكون ديسيمال 15.5 غادي نمشي لو باراغراف غنمشي بارامتر دو باراغراف غنمشي لا فليش ديال باراغراف نكليكي فيها نختار عاوتاني طابيلاسيون كليكي هي لتحت بعد غادي نبدل البارامتر او باراميتراج ديال لي بوزيسيون اذا عندي هنا بوزيسيون 9.5 غنكليكي سيغ 9.5 وغادي نختار لو كاركتير بوان دو سويت 2 غنكوشي 2 وغنكليكي على ديفينير باش نميموريزي هاد لا تابيلاسيون كليكي على ديفينير غادي نرجع عاوتاني نغوكومونسي بوغ نفس العمليه بوغ لا بوزيسيون 15.5 غنكليكي ايسي على هاد البوزيسيون 15.5 9 شي غنختار بوزيسيون 2 هادي باردون بوان دو سويت 2 ديفينير كليكي على ديفينير اي اوكي فوالا هي عطاتني هاد لا بوزيسيون هاد لي بوان دو سويت لاحظوا معايا ان كاين واحد ديكالاج ربما هنا كان خصني ندير 10 ما عنديش 9.5 حتى هادي فكره باش تعرفوها كيفاش كتبغي الا بغيتو تشونجيو شي طابيلاسيون بوزيسيون ديالها دا غنزومي ليكم نورمالمون هنا جو بو هاد لو تاكي هذا اللي عندي هنا لو سين ديال طابيلاسيون اللي في 9.5 كنحاول نحركها اوريزونتالمون نزيدها مثلا حتى ل 10 عيني ميزاني جرب بحال هكا انت كتلاحظوا ها هي تبدلات pardon donc bel lieu de bain d'amzien d'avant donc voilà donc 9.5 rejetera 10 donc elle dit rejetera 10 donc il y a redata 11 donc ou la 11 mzien donc on a zit harakta men le fok men la règle la position 10.5 très bien. On passe à une autre question. Rejoue la page de la question. Insérer un caractère de tabulation avant les participants, avant le nombre, avant le prix, avant le total sur la liste des participants. Il y a une la liste des participants. Donc, on a le document. La liste des participants est là. Normalement, il est là. Fiha plusieurs mots ou là, plusieurs textes. Zoomez-les comme. Alors, on doit ajouter une tabulation avant les participants. On doit que les participants maintenant. On dira le raccourci, le clavier, contrôle, tab. Avant nombre, le nombre, un nombre, on clique sur le nombre, contrôle tab. Avant prix, on clique sur le prix, contrôle tab. Avant total, on clique sur le total, contrôle tab.
رجع ستارت تاني، ستارت تاني لو بارتيسيبون هنا هو جمال، دونك غنكليكي قبل منه كونترول تاب، ما غاديش يبان ليا فلاش كبيرة، مي راه خارجة ها هي صغيرة. قبل لو نومبر، لو نومبر هنا هو 6، غنكليكي قبل 6 كونترول تاب. بري هنا هو 750، غنكليكي قبل من 750 كونترول تاب. او 4500 كليكي قبل منها كونترول تاب، هذا هو التوتال. نمشي بالنسبه للستار الثالث، كليكي قبل امين كونترول تاب، قبل ربعه كونترول تاب، قبل من 1500 كونترول تاب، قبل من 6000 كونترول تاب. عاوتاني غنكليكي قبل ساره كونترول تاب. دونك واخا هنا خرجت ليا صغيره، ما نتسوقش ليها لان راه غادي نريقلها من بعد في الطاكي اللي على حسب السؤال اللي طلب ليكم. الوغ عاوتاني في 7 كونترول تاب، 1200 كونترول تاب، 8400 كليكي قبل منها كونترول تاب. تري بيان، فوالا انا اجوتيت لي لي تابيلاسيون قبل من هاد الكلمات. من بعد غنشوفو دابا لي بوزيسيون زائد لي زالينيمون. يعني اذا نرجعوا للكيستيون، بارامتري لي تابيلاسيون بور لا ليست دي بارتيسيبون. الوغ ابليكي اون تابيلاسيون غوش à 3 cm, une centrée à 8 cm, une décimale à 11,5 cm et une autre décimale à 15,5 décimales. Il y a deux les mesures ou chaque de la tabulation. Il y a deux les mesures ou chaque de la tabulation. Il y a le texte de la tabulation. Sélectionner les quatre lignes de la tabulation. Donc, on va faire ma kine le texte. غادي نبدا بلا تابيلاسيون غوش. اذا غنمشي للبوتي كاري اللي في الجناب، نبقى نكليكي حتى ترجع ليا تابيلاسيون غوش. هيا رجعت ليا تابيلاسيون غوش، هو الرمز ديال ال. الوغ من بوزيسيون غتكون في 3، اذا غنمشي ل3 ونكليكي فيها، كليكي في لا ريغل هنا 3. دونك هما تنقلوا ليا في لا بوزيسيون 3، دونك هادو جاو 3. الثانية غتكون سونتخي، غادي نبدلها من هنا نكليكي ها هي رجعات سونتخي، وغادي نمشي نحطها في لابوزيسيون 8. دونك غنمشي هنا نكليكي في 8، دونك سونتخي بالنسبة للنومبر جاو سونتخي، جاو الوسط في لابوزيسيون 8. ها 8 ها هي خرجت تم قلوبة فيها. الثالثة غتكون ديسيمال، غنكليكي فيها اون اوتخ فوا، عطاتني هادي دروات، غنكليكي اون اوتخ فوا تعطيني التيم قلوب افيك بوان، هذه هي ديسيمال. دونك غتكون في لا بوزيسيون 11.5، غنمشي هنا 11.5 غنكليكي هنا فوالا. والاخرانيه حتى هي ديسيمال 15.5، دونك انا ديجا مسجل لا ديسيمال، غنكليكي هنا في لا بوزيسيون 15.5 فوالا. هما خرجوا ليا كامل. نشوفوا دابا السؤال اللي موراه. pour la première ligne paramétrer la première ligne de la liste des participants. Star الاول ديال la liste des participants. pour la première ligne uniquement enlevez les tabulations décimales et mettez des tabulations centrées à 11,5 et 14,5 cm. Puis appliquez-le appliquer le point de suite 4 pour toutes les tabulations de la première ligne et mettez la première ligne en gras avec un espacement après de 12 points. Les tabulations بالنسبه لينا هنا لاحظوا معايا، بالنسبه للبري يونيتير والتوتال جاو اليني، ما جاوش اليني مع لي شيفر، باسكو هاد الارقام هادو فيهم ارقام بعد الفاصله، فيهم 750.00 ارقام بعد الفاصله، جاو اليني مع خارجين ديكالي مع الارقام العادي، الارقام اللي قبل الفاصله.
بحال بريميتير جا اليني مع لو زيرو الاول ديال الوحدات، الرقم الاول ديال الوحدات، نفس الشيء بالنسبه للتوتال. علاش؟ لان هاد لو بريميتير والتوتال ماشي ارقام فيهم فاصله، مي هذا سي ان تكست، هادو حروف. اذا نورمالمون بغينا هاد لا بروميير لين نرجعوا لهم لي طابيلاسيون هادو ديال 11.5 وديال بوزيسيون 15.5، غادي يردوها غادي يردوهم باردون غادي يردوهم لي طابيلاسيون سونتري. اذا اول شيء غادي نحيدوهم من لا ريغل، بعد اول شيء غادي نسيليكسيوني ستار الاول، هي هادي اللي مكتوبه فيها دات، غادي نسيليكسيوني ستار الاول وغادي نمشي لا ريغل ديالي، غادي نحيد هادي ديال 11.5 هاكا نجرها ونهبطها، وديال 15.5 حتى هي غنجرها ونهبطها لتحت. غادي نبدل دابا لو كاري اللي على اليسار حتى نحصل على طابيلاسيون سونتري، غنكليكي كليكي حتى نوصل للتي مقلوبه، دونك هذه هي سونتري. نعاود نرجعهم في لا بوزيسيون 11.5، دونك نرجع ل 11.5 هي الفوق، و بوزيسيون 15.5. دونك فوالا دابا رجع مقادين، جاو دابا هادو فلوس، هذا جا في لو سونتر، دونك تحل هذاك الديكالاج، هذاك المشكل اللي كان عندنا تحل، حليناه ما رجعنا هادو طابيلاسيون سونتري. اذا من بعد غادي نزيدو لهم البوان دو سويت، غادي نمشيو للتتمه ديال باراغراف، لا فليش دو باراغراف فوق، بعد غادي نختار طابيلاسيون كي كاين لا طابيلاسيون، ونحدو دابا لي بوان دو سويت بور توت لي طابيلاسيون، يعني كل توت لي بوزيسيون خصو يبان فيهم بوان دو سويت كابي. اذا غنبدا بثلاثه، لا بوزيسيون 3 هي الاولى، نكليكي في 3 في لا بوزيسيون 3 نسيليكسيوني، نجي هنا نختار كادر بوان دو سويت كادر، اي جو كليك سور ديفينير، نرجع عاوتاني ل 8 نكليكي فيها نسيليكسيونيها، نختار بوان دو سويت كادر ديفينير 11.5 حتى هي نسيليكسيونيها، نكليكي في البوان دو سويت كادر ديفينير، قالت لي الاخرانيه هي 15.5 نكليكي فيها ونسيليكسيوني البوان دو سويت كادر اي ديفينير صافي، و نكليكي على اوكي. فوالا ها هو خرج ليا هذاك لو تري كونتينو، عمر هذاك الفراغ ديال الطابيلاسيون. وخصنا نديرو هاد لا لين هادي، نديرو لها لو غرا بلوس ان اسباسمون ابري دو 12 بوان، نكليكي على البوطون جي ها هو عندي الفوق في لو جروب بوليس، فوالا زائد نمشي لونجلي ديسبوزيسيون، دير لاسباسمون ابري بلاصه 6 رجع 12، هنا انتهيت من هاد العمليه. اذا غادي نرجع لونجلي اكوي اون ديزاكتيفي هذاك لو بوتون ديال بي اللي عندي في الجروب باراغراف باش نشوف الريزولتا فينال كيفاش غتخرج، يخرج لي هاد الدوكيمون هذا انا حيدته. دونك فوالا الدوكيمون خرج مزيان، ها هو تعدل على حساب هاد لي كيسيون اللي طرحت عليكم. حاولوا تعاودوا هاد التمرين هذا ان شاء الله، ولاحظوا معايا ان كنركز بزاف على لي طابيلاسيون باسكو كي تعتبروا طابيلاسيون تعتبر سي ان اوتي تري امبورطون في تريتمون دو تيكست، يعني في لي دوكيمون بروفيسيونيل وحتى في لي دوكيمون ادمنستراتيف تيخدموا بهم بزاف. دونك الطرق كاين بزاف باش تخدم، انا عطيتكم اليوم طريقه اخرى، اذا غنشوفهم حتى في امثله اخرى ربما نحتاجهم في لي في لي فورمولير اوسي، باقي ما شفناش لي فورمولير او يعني استمارات كيفاش تصايب استماره في الوورد اتسيتيرا. ما تنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا، والى استودعكم الله وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، مع السلامة.